محصل؟ اسمه ابراهيم. امتحنت النهارده ايه؟ امتحاننا كيمياء وامتحاننا صعب. ايه اللي قبلك الامتحان صعب؟ ايه اكتر حاجه؟ الامتحان كله صعب. كله؟ العضويه بس هي اللي شاركه شويه. طب والامتحان كان بابل ولا مقالي؟ لا بابل ومقالي. طب المقالي صعب ولا ولا المقالي متوسط؟ طب المقالي يعني بابل هو اللي صعب؟ اه. طب وايه؟ الامتحان كان بمستوى المدرس بجد؟ يعني امتحان بالنسبه لك صعب؟ طب وعدد الاسئله مناسب مع الوقت ولا اصلا الامتحان صعب؟ لا كويس عدد الاسئله كويس. الامتحان كان كام سؤال؟ 46 سؤال. اللجان كويسه ولا؟ لا اللجان كويسه الحمد لله. ربنا معاك يا رب. انت في الامتحان النهارده عرفني نفسك الاول؟ الحمد لله انا عبد العظيم كنت علمي امتحان كيمياء. الامتحان سهل ولا صعب؟ كان كويس بس المقالي اول سؤال كان كويس ثاني سؤال برضه مش يعني عملته بس كان في كذا حاجه. الامتحان كان مقالي ولا بابل؟ كان بابل بس اخر سؤالين كان مقالي. طب والمقالي سهل ولا صعب؟ كويس في مشاكل قابلتك في الامتحان؟ لا الحمد لله تقريبا. طب عدد الاسئله مناسب مع الوقت ولا الوقت كنت محتاج وقت اكتر؟ طب واللجان كويسه معاك ولا؟ كويسه النهارده اللجان كانت كويسه يعني امتحان كويس. اه كل بس الاسئله كان في كذا سؤال اختياري ما كانش كويس خالص ما كنتش مراجعه يعني امتحان متوسط. اه قول امتحان متوسط. نفسك؟ اسلام علي محمود. عملت ايه في الامتحان النهارده؟ والله اتمرنت سهله؟ مفيش امتحان كده يعني انا يعني بقول للمهندسين اللي في البلد اداب جغرافيا قسم مساحه استنوني انا جاي. الامتحان عدد الاسئله مناسب مع الوقت؟ ايه؟ عدد الاسئله مناسب مع الوقت؟ عدد الاسئله ماشي مع الوقت هو اصلا كان 3 ساعات كتير عليه والله. الخرايط كويسه؟ ايه؟ الخرايط؟ هو كتاب المفاهيم مبدئيا ميت خالص. انا كنت بفتح الخرايط من الامتحان نفسه مش عارف اتعامل مع كتاب المفاهيم. يعني جيب اللي انت ذاكرته؟ اه. نفسك تخش ايه؟ لا جغرافيا قسم مساحه كل ده. ربنا معاك يا رب. في الامتحان النهارده اسمك ايه؟ كان كويس والله بس كان في شويه تكتل. جغرافيا؟ تفكير فيها يعني. الخرايط كانت حلوه؟ نعم. الخرايط كانت حلوه؟ لا اه كانت مباشره. طب الامتحان يعني كان سهل بالنسبه لك؟ بالنسبه لي مش قوي يعني بس بالنسبه لطلاب تانيه كان سهل. والوقت ما كانش كفايه اصلا. خالص 3 ساعات مش كفايه خالص. مثلا 4 ساعات بس زمايلك بيقولوا ان هو الوقت كفايه. لا هو بالنسبه لي انا مش كفايه يعني الامتحان بالنسبه لك متوسط. اه غير ان انا سبت كام سؤال هبت فيهم عشان في توتر للمراقبين عاملين اللجان شاده يعني. اه لجنتي انا كانت شاده جدا وغير ان في توتر يعني. نفسك تخش ايه؟ حربيه شرطه ان شاء الله. ربنا معاك. نفسك؟ اسمي احمد. عملت ايه في الامتحان النهارده؟ امتحنت جغرافيا ولا كيمياء؟ كيمياء. ايه الامتحان كان عامل ايه؟ الحمد لله ولا حلو ولا وحش يعني الامتحان كان متوسط ولا ايه؟ اه متوسط. طب في حاجه ايه اللي اصعب حاجه قابلتك في الامتحان؟ المقالي. كان صعب؟ الامتحان كان بابل ولا مقالي؟ ايه؟ الامتحان كان بابل ولا مقالي؟ كان بابل. ومقالي الاثنين صح؟ ايوه. كان كام سؤال الامتحان؟ 45. عدد الوقت المناسب مع عدد الاسئله ولا لا؟ الصراحة تلات ساعات قليلة شوية يعني. كان نفسك عايز عدد ساعات أكتر. طب واللجان كويسة كويسة؟ نفسك تخش إيه؟ لو تذاكر بس ما تقولش مدرس. نفسك تخش إيه؟ أول حاجة تبقى وبعدها بقى أي حاجة ربنا يكتبها. ربنا يكرمك يا رب. نفسك؟ بدر الدين محمد. امتحنت إيه النهاردة؟ كيمياء. الامتحان كان عامل إيه؟ هو الامتحان كان صعب بس الحمد لله يعني اتعاملنا معاه. قول كده الامتحان كان صعب تاني؟ كان صعب. اه عشان بس ايه اللي كان صعب في الامتحان؟ المقالي كان صعب. كنا عايزين وقت زياده عشان خاطر نراجع الامتحان. خلصنا الامتحان وسلمناه. الامتحان كان كام سؤال؟ الامتحان كان 46 سؤال. الاصعب حاجه المقالي يعني؟ ايه؟ المقالي كان صعب؟ اخش معاه. طب والادويه كانت عامله ايه؟ ايه؟ الادويه. انا مش فاهم منك اي حاجه. العدويه كانت كويسه. طب واللجان كانت عامله ايه؟ لا اللجان كانت كويسه. عدد الاسئله مناسب مع الوقت؟ لا كان الوقت قليل كنا عايزين وقت زياده عشان نراجع. نفسك تخش ايه؟ نفسي والله كليه علوم قسم الفنون. ربنا معاك. عرفني بنفسك؟ محمد شعبان. امتحنت ايه النهارده يا محمد؟ كيمياء. ايه الامتحان كان عامل ايه بقى النهارده؟ والله الامتحان كان صعب شويه بس الحمد لله يعني اتعاملنا. يعني الامتحان كان بالنسبه لك متوسط؟ لا صعب. صعب؟ صعب. ايه اكتر حاجه قابلتك صعبه في الامتحان؟ المقالي. الامتحان كان كام سؤال اصلا؟ هو الامتحان كان 46 سؤال. والمقالي كام سؤال؟ سؤالين بس. اه
المقالي هو اصعب حاجه. المقالي هو يعني هو طبعا صعب بس مش صعب قوي يعني. العدويه عامله ايه؟ والله كانت كويسه برده بس مش بنسى اصلا ان الكيمياء حلوه. عدد الوقت الناس مع عدد الاسئله ولا لا؟ يعني هو بس ما لحقناش ان هي جنب. يعني ماشي المكان شد ولا ايه؟ متوقع بتاعها. قول اللي كان شد. لجان شده؟ يعني طبيعي عادي اللجان شده شويه بس. نفسك تخش ايه؟ كلها حلوه. نوعي.